أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من تعلم علما دنيويا يريد منه المنصب والمال ومدح الناس، فهل يكون في ذلك مشركا؟ العلم الدنيوي ما في شرك، العلم الدنيوي تعلم الهندسة والطب والصناعة ما في شرك، هذا من أمور الدنيا، يريد به الراتب والوظيفة ما يخالف، الأمور دنيا. نعم، لكن اللي يتعلم العلم الشرعي يريد به طمع الدنيا، هذا هو اللي عليه الوعيد. نعم.